صباح الخير عليكم. دابا نتوما راه في الانتظار، حنا الامهات ماشي في الصغار، حنا الامهات والله الا نتوما حنا الامهات. حنا ما عندناش سوق نخرجوا ليه، ما عندناش غدا نديرو، ما عندي حتى شي حاجه انا نديرها. غادي نصبح باركه مقابله انايا الشهيدي زياد حتى يقرا. والله هاد اقسم بالله انا مرضت في عقلي. انا هاد الاوديو بغيت كلشي يسمعو مادام سجلت، وما خايفه من حتى شي واحد، فهمتيني؟ هادشي انا ما خدامش اليوم، خايفه من حتى شي واحد، فهمتي؟ مادام سجلته وهادشي راه ما مسلكنيش انا بمره، جامي مره تليفوني غيتفرقع، جميع التلاميذ دخلوا عندي وانا عندي الاعصاب. هادشي ما نقدرش عليه، ما نقدرش عليه. وصباح الخير الامهات ماشي للتلاميذ. واش انا ما عندي غدا، ما عندي عجينه، ما عندي سوق، ما عندي حتى شي حاجه. دابا عندي غنبرك انايا، دابا استاذه تبرك في القسم تمايا غيدوز لها الصالير الشهري ديالها، وانا هنا في الدار انا غنبرك نحفظ ولدي. هادشي كان يوقع سنه بايده. احشات الاوديو انا ما وصلت، ما كراتش الاساسي دي وصلوا حتى النيابه، يوصلوا حتى العمالات. شي ما خدامش لينا شي مره، ما خدامش. انا عندي العصاب، ما بقيتش عارفه شنو نقول. السلام عليكم اختي، ما عرفتش مع من كان دوي. المهم اختي انا راني الدري ما باغيش يقرا ليا، الا كان عندكم شي حل فيدوني به. اختي تعذبت هاد اليومين، يلاه بدينا هاد اليومين من نهار الاثنين لدابا انا تعذبت اختي وتمحنت. الله يجازيكم بخير، اللي عنده شي حل يقولوا لي، ولا بغيتوا نجيبوا للمدرسه بوحدو نجيبوا. الله يرحم لكم الوالدين، نسني اي ورقه، الله يجعل ما تجيه كورونا انا مكلفه به. الله يرحم لكم الوالدين، انا نخلص نديه الكلينيكا، انا المدرسه ما تعرفني ما نعرفها، نسني للمدرسه اي ورقه، غير ديوه عليا، غير شدوه شدوه. لا بغيتوا ما تعطيوش ليا، نخلص لكم اي حاجه، عم ما تعطيوش ليا كاع.